كيتين كاملين، المغربية الألعاب والرياضة كتعتني بكل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا الحصاد اليومي، نقدمه لكم من قناه شوف تيفي ولتقديم النشره الرياضيه معي الزميله مريم مالك. مرحبا بكم. اهلا بك مصطفى. البدايه اذا بقراءه في العناوين. الملك من باريس الى الامارات وارباب محطات الوقود ينددون بتحرير اسعار الوقود. وجمارك الناظور توقف شخصين وتحجز 194 الف يورو. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. شارك الملك محمد السادس ومعه الأمير مولاي رشيد اليوم رفقة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد احتفالة دولة الإمارات بعيدها الوطني، وذلك بعد مغادرته العاصمة الفرنسية باريس بعد مشاركته المهمة في قمة المناخ. وكان الملك محمد السادس بعث برقية التهنئة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد النهيان بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وإلى خبر آخر، حيث أفاد عضو المكتب الجهوي لأرباب محطات البنزين بالدار البيضاء أزناك عبد الهادي صباح اليوم الأربعاء في تصريح لقناة شوف تيفي أن تحرير أسعار المحروقات سينتج عنه إفلاس أرباب المحطات، مضيفا أن أسعار المحروقات تتغير أوتوماتيكيا دون علم صاحب المحطة، ما يضر به خصوصا إن كان يتوفر على مخزون يجعله مضطرا للبيع بثمن أقل من ثمن الشراء. نتابع. هذا هو قانون تحرير الاسعار، وهو انه كل واحد كيبيع باش بغى، يعني الثمن اللي كيناسبو كيبيع به. الا انه المشكل اللي وقع دابا حاليا، وهو ماشي اللي خص الانسان المواطن يعرف والمستهلك يعرف، وهو انه ماشي المحطات اللي كتحدد دابا الاثمنه، راه الشركات اللي كتحدد الاثمنه، لانه جاب الشركه عندها اليد كتبدل الاثمنه في المحطات كاملين من الشركه عندها من الاداره. يعني صاحب المحطه كاين الشركات اللي كيعلموه بالثمن اللي غيتبدل، وكاين اللي ما علموهش اصلا، يعني تبدل الثمن اوتوماتيكمون بلا ما تكون في خباره، وهذا كيضر حتى صاحب المحطات اللي يعني عنده واحد لو ستوك في لي سيتيرن شاريه بواحد الثمن، حتى كيلقى راسو كيبيع بواحد الثمن اقل من الثمن اللي باش شرا. حنا كان اللي كنقولوا دابا هو انه دابا الرابح الاول في هذا الشيء هذا وهو الشركه، واللي متضرر في هذا الشيء هذا وهو المستهلك وصاحب المحطه، لانه دابا حتى المستهلك والمواطن كيتسحب، واش صاحب المحطه هو اللي كيحدد الاثمنه ديالو الوغ كو لا. والى خبر الحوادث، حيث تمكنت عناصر الجمارك بالناظور في عمليتين متفرقتين قامت بهما صباح اليوم الاربعاء بمعبر باب مليليا من حجز ما مجموعه 194 الف يورو، كان شخصان يعتزمان تهريبها الى مليليا المحتله. وبالنسبه للعمليه الاولى تم حجز 190 الف يورو غير مصرح بها لدى شخص كان ينوي ادخالها الى الثغر المحتل على متن سيارته، اما الثانيه مكنت من حجز 4000 يورو بحوزه شخص حاول ادخالها راجلا الى مليليا المحتله بطريقه غير قانونيه. واللحظه الى جديد الرياضه مع الزميله مريم ماركو. شكرا مصطفى. نستهلها اذن بهذا الخبر عن محمد ربيعي بطل العالم في وزن 69 كيلوغرام والمؤهل لأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، وأشرف الخروبي وزن 52 كيلوغرام، وزهرة الزهراوي في وزن 51 كيلوغرام، الذين شدوا الرحال صوب ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الأربعاء في حدود الساعة 6 صباحا من أجل خوض الدورة التجريبية للأولمبياد. وفي إطار الاستعدادات المتواصلة للمنتخب الوطني للاعبين المحليين، أنهى المنتخب تجمعه التدريبي اليوم الأربعاء الذي أقامه المنتخب المحلي تحت قيادة المدرب محمد فاخر بمدينة مراكش، الذي امتد لثلاثة أيام بالملعب الملحق للملعب الكبير للمدينة. ويدخل هذا المعسكر التدريبي للمحليين في إطار الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين رواندا 2016. ورقتنا الرياضية انتهت، عودة إليك مصطفى. شكرا زميلتي مريم، ونأتي لنهاية هذا الحصاد اليومي. شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة بحول الله.